فريق يصارع الموت ويعيش سكراته الأخيرة، إلى فريق يصنع المعجزات ويحقق أفضل ريمونتادة في تاريخ البطولة المغربية. اتحاد طنجة، وبعد بدايته الكارثية خلال مرحلة الذهاب بحصد لنقطتين من تعادلين مقابل 13 هزيمة، اختار تغيير مكتبه المسير برحيل محمد حقان وقدوم محمد الشرقاوي الذي وعد بالانتحار والتضحية من أجل الفريق، داعيا مكونات المدينة لدعمه والالتفاف حول النادي لنجاح المهمة. تغييرات إدارية تبعتها أخرى فنية بقدوم هلال الطاير كمدرب جديد، مع تعزيز صفوف ممثل عاصمة البوغاز بلاعبين مجربين على غرار يوسف كوناتي، مربح غايا وآخرين. أكثر المتفائلين لم يكن ينتظر التحول الكبير الذي طرأ على الفريق أنذاك، بعدما غير جلباب المنهزم في كل مباراة إلى فريق يجابه الخصوم ويحقق الانتصارات داخل وخارج الميدان. فارس البوغاز وبعزيمة الرجال بصم على أفضل مشوار خلال الشطر الثاني من الدوري، محققا 8 انتصارات و3 تعادلات جمع من خلالها 27 نقطة، لتنطلق شرارة الفرح والسعادة مباشرة بعد الانتصار على شباب المحمدية الذي منح بطاقة البقاء لأحفاد ابن بطوطة، ومنح أفضل هدية لجماهير وفية ضحت بالغالي والنفيس ولم تتخلى عن الفريق في أشد أزماته. هي حكاية إذن تروى للأجيال، هو مشوار مميز صنعه الرجال. اتحاد طنجة جعل المستحيل ممكنا وحافظ على بصيص الأمل إلى غاية ختام الرحلة، رحلة صعبة رافقتها عراقيل وعقبات، لكن بتضافر جهود الجميع تحقق المراد.